أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشرخ في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك يا ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب اللابن يا آيدا تبني تضبات أو سورة ضه كمدة. وها إلهي سبحانه وتعالى نغسه ورمايي وحيي نبي الله موسى. إلهي سبحانه وتعالى وحيودي توحيد كمركا سلو شاقي أي إلهي سبحانه وتعالى نوغسو ورماي نبي الله موسى مركا ودور السيناء ويمدي إلهي سبحانه وتعالى وهو ده هيوان وكدورتي وده إلهي لقيس وحلو وحيونا وحقي قلقاق وحيونا أنه الله أيان أهو ده الله سبحانه وتعالى إلهنا مجر أن أنيق هين أنيق يعابد صلاة دقوق أيو ده سمارة يا أديق وحصوصتي سعاد قيام وي إمان إيساء وحانا دونو ده إلهي سبحانه وتعالى إنان قريه سمارة يا لوغو جاسية نفق السويه أي سميسي يوسن كجيدين وده إلهي سبحانه وتعالى سعاد الرومين تاذا روح يسقوا أنا الرومينين إن أهو ذي سراعي إسلام مركزنا هلاك سمي مركز النبي الله موسى وهو وطي أول أيوه وطي أشا صوصا وران وصامرني هذي أشي مركز وأريق كؤلاء الجري والنبي الله شعيب أوسيي سيدا ميالبادنا أنه تقدونه مركز هذا إلهي وحو الله سبحانه وتعالى وما تلك تاس محيطه هو إلهي كائنة حاليها تبيمينك مدكتاد يا موسى موسى مداس قعنت هذا ميك تا خجر تم حيته هاي وهسو أشاس لو ويدير عينه وحيابها أنكر تتم الدونة إلا جبر رجيو أيال الدونة يا إلهي مركو حور هاي وما تلك تعص محيته هاي كائنة حاليها تبيمينك ميك تا يا موسى موسى استفهمت واستفهم أول التقرير وي سوى حال الربا مرك ما أشاس معجزة وقهر تبنته وشان مركا وحيك مده هذي وله جنة لقا كان ايو نبي الله آدم ايه الوسو دجيي كبعد ايه وحا نحلسي وقصوص عطي انبيادي كدن بيسي نبي الله شعيب شعيب مركا مركو قبل يسي او كن نكاحيي نبي موسى ايو وحو امري انو قل اوسيو او مركاسي اريق مركاسي او قد دافعو دقاقت او قد دافعو نبي شعيبنا وحا أجي لا ليري أوليها أنبياده قعنتيسا مركا يوحا يقول عدا ليري أشي نبي الله آدم مركا سوحا وي نبي موسى أشا سوقاتي أسقو مركا سي شعيبنا وأجيها مركا الله هو داي سبحانه وتعالى وما تلك تاسم حيته كائنة حاليها تبيمينك مدكتاد يا موسى موسى قال وحو يرون إلهي نبي موسى هي تاس عصايا أشي دواي أتوكأ وان عسكذا عليها كركاذا وأهش بها وأن أقول لله على غنمي أريقي غنى جيدها يا أقول لله سوى حوية جيدها وحوة صور دعان ولي وحائي غصو غنو كالليه هودا يهدن فيها أشاس مآرب حاجوين أخرى أو كالينتود أيها هدن كالليه هذا النبي الله موسى جوود زيادة أيو كالليه معايا الإله هودا وما تلك بيمينك يا موسى وحاكوف الناد مركز جوود هي عصايا بس وهو مركز زيادة وكسيد دري أتوكو عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أولها وحالي المقام كأتاقني نبي موسى هو هم مقام مباصدة وحليل هذا ما مقام آدي آدو أفرح سناي أو واسع أعيو أهي
وحانا اللي إرادها وهو كالوجو خضاب الحبيب حبيب خضاب كيس أو الله سبحانه وتعالى يقول له خضابه وحانا هذا الوية قانهون شكل هين الهير زيادة أو جوود اللي زيادية مقام كانو كالانتود وحي كمتها وحا قلبك أرحينا معايا لقفك حبيب كاغا هذا الكيس كمرب قفك عن حبيب كاغا هين وركيس واكو نبا ياهو هدو هذا الكوصي وهذا الكوحتا واكو قبضنانا يا مركزات بلا الآيات كل ميسا لكن لابد قفوضو مركز أحبابتا هذا الكوض مروى البو حوي وإسكسي زيادة يا أيها ولي إن إصلا صيها الله محبة أقبى إيك لتقايا مركا الله وحوده سبحانه وتعالى وهو يري نبي الله موسى مركي أرنتاز لسؤالي هي عصاي هي أيض عصاي أشيد وي أتوكأ وان عسكدا عليها كركادة عسكسه وحوي عند الوصوب والمشي مرك أبودا يمرك أصعنا معايا لأش ددك حول جرك هاي قانا أش مرك دارتاي waxa weeye markaas kor ina laga qabsado ayaa lagu booda markaas ina la qabsado kor madax looga dhigo ayaa ina la is aruursha usha lagu booda markaas lagu booda marka xoolaha ilaali jirna saasa yeel jirna marka ushu waxa weeye ushu faa'iido badan iska leedah marka uu soconaayna markaas saas ayuu u haystaa maxay yeelo ul waxa weeye oo xoolaha ku ilaalinayo qofka soo xoola jirna ula waystaa hadana wuxuu dhahay وأهش بها وأن أقول لله هؤلاء وأهش الشجروي أخبضه ورقش شجروي جيتك على من كيس أيام كل لله قلوا حي هذا مركز قلوا هنقول هي هذه على غنمي ألي جيجة أيام جيدها أقول لله هؤلاء جيدها مركز أقول لله مركز على من كنا ويك صاد هذا يعني سمارتي جيدها كنت إلى سيدا أقب كي مارتي مريهيسي وحاصو لما صو دعايا مركز أريق عنايا ولي وحاي يقصوا قنوة لها الدنيا فيها أشة مآرب مآرب حوائد دانو كالي دانا أخرى أو كالي مثلا بحوائي زاد كان كوقاتا هي السبرارك هوامتا مركاسي حيوانك مركاسي بكو سعطادا نوان كدر دياوا كبريا هذا لا صور لهم حايلة دادك مركاسي أو رباديها أشة مركاي هيسان أشة حتى وحوائي زاد كوا كوقاتا ومثلا با ليش عانوه كجيران اي وحاس او شيء ناقذالك سورتان اي قرب كسارانا يا وهي سيدا سوك الله كو قادانا يا سبرارك مركاس وي كو قادانا يا ارنتاس مركو دهي نبي الله موسى قال الهي وحوري محلو شاهد كواب سيدا تندنتا دمو لغالهاي ألقيها رد ايو دهي الهي يا موسى موسى او شه تورو ده الهي قال وحو دهي وادي مركو وادي طوى ايو كجرا ألقيها رد يا موسى موسى او شه رد فألقاها وارد ايو ده الهي سبحانه وتعالى او شه ايو مركاس ايو توري القيها رد ايو ده الهي سبحانه وتعالى فالقاها دي بنوا توري دولك ايو كريدي مركز فاذا وقتك صوت الهي مركو دولك كريدي هي اشي حية ابيسا وهي ابيسا دا سو تسعى سعوني سور هوريس اشي وحي نغطة ابيسا هوريسي نغطة معجيسا دي مركا ماشا كارتي ميسيو أصدق اللي ولا خدابة يا صلاص هذه. مرك الله وهو ده هذا أشانه وحياة بدنه هذا منافعه إسكال هذا يا إسكال جرو هذا أنا هذا كسيه وده شيء كي كرين. مرك واهوي مارت يا علاه أو كجرو وح بدنه أو قبض جري نبي الله موسى. مرك واهو ده إلهي سبحانه وتعالى فإذا وقت ياسية أشي حية أبي سوي صعبان عظيم وي وأبي سأد ياد وين هذا حية يا لقى عبر ماشان ملك لنا وحاله فإذا هي صعباننا لقى عبر صعبانا لقى عبر ملك لنا كأنها جان نور الله سبحانه وتعالى وأنا إسكو أيضا مرك هذا وحاله إشارة يا بدن جاذ أي كسعني على شيء سدق دقة سيدا صعبان كمسكة أو كالانتود مسكة أرد بدنيا لكن أبي صد أرد ماله مقا حق الصورة ده إيه وين كان ومس وأبي صد حق أرد كان وحوي ومس أو كالانتود سيدا مسكة أرديسة مرك هذا مقا عوغل وقو مقا عابا يحيء ومرك الله فيشو حق وين كان الله فيشو ساعدوش أو أنا وروش أغني مرك اللي قوش يقا يجان أم بس صعبانه وحق الصعد كمارت إيه أرد كأي قبط إيه هاديس مرك الله وهو ده سبحانه وتعالى هذا جان كان وحوي وصعبان الصغير عليه لكن وحوي جن واسق ونوع معروف لغان هذا جانكي مارته يا قرانك إلهي جن وقت المام يأسم لها الله مرك صعود ده سبحانه وتعالى فإذا وقت يأتي أش صعبان أبي سوي يود إلهي سبحانه وتعالى تسعى حية أبي سوي تسعى وصعون صورت بدل مرك يسير صعود عضي إلهي هذا نوع ده تببر الله سينا يا قال إلهي حول خذها قباء يوده خذها قباء ولا تخفنا كعب سن نو دحاي اسكا سو قبو دحاي الا waxa way abeeso ayay u shi noqotay asagu kaligiis waay cid lama joogto ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa muraajadkiisa ku jira
waa meel cid lahay arintaas ku qabsatay qof kasoo arintaas u qabsato waa baqaysa xaga bashar sida lagu yaqaan qaal ilaahay wuxuu ruuxdha qaba ayuu dhahay muuse u shaqabo wala takhafana ka cabsan sanuuiduha waxaan u celinayna siirataha xaaladeedii al-ula oo hore sideedii horan ka dhigayna marka hadda waxa weeye mucjisadatan loo dhiibayo waxaa lagu siinaya tababar ayaa la siinaya maxay waa ku dagaal gali lahay qofka duu dagaal galay ama askarigu dagaal haduu galaayo waa inuu tababar soo qaata oo nooc kasta laga soo tababara oo xaggii maaragtay asluubkii wanaagsanaa iyo maaragtay disibliinkii iyo dagaalkii iyo wax kasta taatikada in la soo bara ee qofku waxba asagoon iska aqoonin haddii dagaal la geliyo wax faa'iido ka imaamaya naftiisa unbaa la dhaafinaya ilaahay marka wuxuu dhahay qaala allah wuxuu yidhi khudhaa qaba usha muuse walaa takhafana ka cabsanin sanuciiduha waxaan u celinaynaa markaad qabato siirataha xaaladeedii al-ula oo horo ilaan sidaas waa dhow fircoon inuu ugu hor tagaa la rabaa oo ushi markay saas noqoto kabacdi haddana ina qabsada usheeda caadiga ahday u noqoto oy markaa saasay u cabsadaan waxaa la yidhi markaas khawfaa ku dhacay cabsiyaa ku dhacday nabi muuse maxaa yeele suurad haa'ila ah oo aad iyo aada weyn ayay noqotay marka waxa weeye meel walba waxay noqotay maaragtay afkeedii baa ina kala weynaaday ay dabada ilaa afka markaasuu afkeedii u kala fiday markaasaa waxa weeye qoorteedii xataa waxaa kasoo baxayaa naar ayaa kasoo baxaysa oo markaasi waxa weeye geedkii meesha ku yiilay oo weynaay geedkii markaasi waxa weeye asaga dhanba ina iftiinisay amase waxaa la sameeyey geedkii meesha ku yiilay xataa geedkii ay cuntay marka halka geed weyn hadday meel ku aragta xataa miciyaday ku cunaysaa miciyadaas markay cunayso sawd cadiimaha laga maqlayaa oo aad iyo aad weyn markaasu wuxuu u maleeyaa layidhi qabasho ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qaba raba asaga inay tahay markaasuu jeesaa layidhi isagoo cararaaya wallaa mudbiran walam yucaqib waa kutagi doona waana soo marnay ilaahay marka u dhahay khudhaa walaa takhaf ayaa waxaa u caddaataa layidhi nabi muuse inay nicmo ay tahay oysan musiibo ahayn laakiin marka hore wuxuu yidhi balaayo adiga kugu dhici rabto oo lagugu halaagi rabo waay midaan marka hadda mucjisadaas way dhacday gacantiisa ayuu geliyey meeshii afkeeda aheeday markaasay usheeda ku soo laabatay waxaa u caddaada marka mawlicul idkhaalku meesha markaasi waxa weeye gacanta uu ka gelinaayo inay ay tahay meeshii markaasi usha uu ka qabsanayo marka hore nabiyullaahi muusena waxa arrintaas loos tusinayo waxa weeye inuusan argagixin weeye markii ushaanu hadhow uu ku dagaalami tago oo markaasi abeese ay noqoto fircoon uu ula tago sababtoo ah qofku waxa uu yaqaana kama baqo laakiin qofkii aan aqoonin markaasi waa ka cabsanayaa allah markaas wuxuu dhahay haddana halkii hal mucjiso waaye taas tii labaad walmumdun ayuu dhahay ilaahay yadaka gacantaada ilaa janaaxika garabkaaga u dun taqrud way soo bixiye baylaa ayadoo cad min kayri suu'in xaal ay tahay udha ilaahay xumaan kayrkeeda aayatan aayad xaal ay tahay aayaddaasoo ukhra oo kale udha ilaahay haddana ilaahay wuxuu ku dhahay walmum yadaka gacantaada u dunba u dhahay ilaahay gacanta midigta u dun oo geli weeye ilaa janaaxika garabkaaga weeye janaaxan waxaa laga wadaa dhinacaaga oo bidixdaa weeye cududa hoosteeda kelkisha kelkisha oo bidixdaa hooseeda meesha cududa halkaasuu gelinaya markaasuu ka soo bixinaya walmum u dunow dhahay ilaahay oo geli yadaka gacantaada ilaa janaaxika garabkaaga macnaha garabka hoosiisa kelkisha ama shaqfasha hoosteeda cududaas hoosteeda meeshaas geli yaalihi takhruj way soo bixiye waxay ku soo baxaysaa khilaafa maa kaanad calayhi waxay aheeda markii hore oo maariin ah nabiyullaahi muuse midabkiisu ha ahay nin maariin ah u ahayo dadkan hadda soomaalida ayuu markaasuu u suurad ekaayaa layidhi xagga uu jir ekaayaa layidhi baylaa uu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaalay kartaa haddaad doonta xaal ay tahay tii cad min kayri suu'in xumaan kayrkeed xaal ay tahay udha ilaahay ayadoo cad oo maariin ka khilaafsan oo dhaldha maaragtay iftiimaysa ayay soo baxaysaa marka hadda min kayri suu'in uu dhahay ilaahay macnaha waxaas wax baras iyo wax ka dhasho maaha waxay ku soo baxaysaa idoo iftiinayso shucaaceedu sida qoraxdoo kale u yahow indhaha daraandarinaayo aayatan oo dha ilaahay xaal ay tahay tii aayada aayaddaasoo ukhra oo kale waa aayad labaad weye aayad labaad tii hore waxay ahayd abeesadii bay aheeday tanna waxa weeye markaasi gacantiisa saas noqonaysa weye oo halkaasuu gelinayaa saasay noqonaysaa markii kaleo inuu demsho uu rabana meeshiibuu ku celinaya siday ku demaysaa aayatan aayad weye udha ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaasoo ukhra oo kale waxaana saas u yeelna udha ilaahay linuriyaka inaanu ku tusino min aayaatina aayaadkayna al-ubra oo waaweyn aanu ku tusino linuriyaka inaanu ku tusino udha ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaas ayaanu ku siinayaa ku jirta meesha ama labadaas aayadood aayaddaas hadda gaar ahaan hadda waxa weeye gacantii baa laga hadlayay markaan waa linuriyaka inaanu ku tusino udha ilaahay
oona ku tusino ushaas way idaa faalta daarinta samayso oo daahiriso linuriyaka inaanu ku tusino way u dhilahay min aayatina aayadka inaanu ka tusino alkubra oo waaweyn oo ilaahay aayada markaasii waxa way waaweyn oo risaaladada markaasii daliil u ah hadii uu doono markaasii inuu sideedi ka dhigana meesheedi buu celinaya marka markii waxa way la tusiyay ushi oo gacanti la tusiyay ayaa ilaahay wuxuu dhahay hadana idhab tagow dhahay muusa adigoo rasuul ah ila fir'aawn fir'aawn u tagow ilaahay ilaa hadda markaas buu waxa ku soo socday masar uu ku soo socday oo فرعون ومشيش جوجو وصوص عضي. فرعون هذا أسوء وما صوص عنين لكن وحوي هو يدي سيا ولالك يسوي سوي زيارنا أي. لكن هذا مشي فرعون جوجو. إلى يقول سبحانه وتعالى وحده الله اذهب تجمو صو رسولا حالا تأكير رسوله الله دري. إلى فرعون فرعون الله دري. يا أنت لجستوي أجاب بردة. معي لون إلهي إنه فرعون. دقا وقوقيو إلهي. دقا وحد قدبي. جاوس الحد في كفر وي. حد أيوب قد بي قال نمديس معايا إله نما أيوب الشيخ أنا ربكم الأعلى وطوره أنا ربي جيني سريانه مركزون إلهي سبحانه وتعالى إنه إسوه دقاء وكبري أيوب أي فرعون أتقوله هذا فرعون أتق مركي ليري فرعون ننسى لن أو سن هين وإنت أصاب قلاصا نخير بنو إسائل سوق ميسنا أي أصابنا هذا وحوايا عبسي أو كقبابة أو مركزي أو قتقي ودن كاسو أو أتقي أرلشام أتقي فرعون مركزي نين داغي أويهي أو شايدانا نبي الله موسى مركزي حولهي قال وحولون إله نبي موسى ربي يا ربي ربي يو اشرح لي إيه واسع صدري حبتكي إله صدري إيه واسع أو رسالة إنان حمبارو إله صدري واسع رسالة ده وحسه لن ماهن إله وحاد وحوكو ده وحاد وخالفتي أرهم وين أو عد أود ولا إسنجر إلا قف أذو أد أسه الشيء أو دمارتيا أفضى سماه قال وحيرو لإله سبحانه وتعالى ربي يا ربي ربي يا يو اشرح لي إيه واسع صدري حبت كيك ويسر لي إله إيسهل أمري أمر كيكنا إيسهل أمر كيكنا إله إيفوضي سوى حوية رسالة أنو قارسيو أدنا وحولا وحلول فرع يولا عقدة قنود أو من لساني أحرب كيك أهات يفقه هكساني قولي قول كيك هكساني مدى معنا يسيد حاد هو أدنا دهي وحلول فرع يولا الله عقدة قنود فرع يولا أو من لساني أحرب كيك أهات وحوية لقنا حاصلة فيه وي وها مركاسي عربك وها أغيي لمركاسي ميل أيا وغطي لي أو وقت مركاسي وحوية دخول او مركز افكيسه غليي ميل مركز اي كقبسته وي مركه هدا الهي سبحانه وتعالى نوا كوا جوابي او هدا وحا وي وحان تي دونا واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي فيد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون وقت سوره القصص دي الهي وكودا مركز لسان كيغا إله واسع كذب مركا وحو دهي ارينتا هدا مركا waxay uga dhacday ya leeri sida la wariyay nabi ullaah muuse guriga fir'aawn uu ku soo koray marka guriga fir'aawn markuu ku soo koray maalin ayaa fir'aawn la ciyaaray fir'aawn gurigiisa soo u soo koray di ilaahay ila suuratul qasas ayaan ugu tagi doonaa fir'aawn markaas asoo aan ugu yar ayuu nabi muuse la ciyaaray leeri markaas uu gar dheer ayuu lahay fir'aawn garki ayuu ina ka qabto ka tifaya leeri nabi muuse wajigana waa ka dharba xayaa leeri asoo aan ugu yar fir'aawn markaas ay murugo ku dhacday leeri waa u dhay anugaan wala soo wada waa bas soo wadiya laakin waxa way ilaahay ka badbaadinay fir'aawn markaa waa murgayale waxa uu hamiyay markaa inuu dilo maxay leen nin isel badigtiin qabo ahay markaa sawjadiisa aasiya binti masaaximeeda waxay ku tiri anugaan oo kaleentood yarka miya laga murgahay dhah warxaa uu ogyahay anugaan waxa uu kala garta timirta iyo maaratay dhuxushaba ma kala yaqaan markaa soo fir'aawn waxa uu dhahay anugaan wax sahlan maahan markaasa waxa la keenay hal la keenay timir iyo dhuxula la keenay markaasa waxa loo keenay saxan oo waxa weeye timir ay ku jirto dhuxulna ay ku jirto markii saas ay dhacday waxa uu doonay baa la yiri markaasi inuu timirta qaato ama jawhar haday ahay jawharta uu qaato malakul jibriil ayaa mugaasa gacanta ka qabtaa la yiri ilaa waa ilaahay ya badbaadaye markaasoo dhuxunsi gacanta ugu riday waxyaabo waxa jira lagu badbaadaayo dibna leh markaasoo dhuxushi uu qaatay afka uu iska galiyay markaasa carabka ka gubtaa la yiri markaasa meesha hadda dadku ay yiraahdaan arab gojada meeshaas uu ka keenay markaas oo arabkiyan caadi ahayn arabka hadii qofku wax ka taabtaan caadi noqomaayo marka warkiisu fasiix ma ahayn markaas waxluul fur ayuu dhahay uqdatan gunud oo min lisaani arabkayga ahad maxay la waxa uu rabaa yafqahu hakasaane ayuu dhahay dadku qawli qawlkayga inda tabliiq risaalat maxay la markaas risaala iyo waxaad gudanaysa ambaad hadlayso qof ina fasaaxad laho wax laga fahmayo ayaa loo baahan yahay قف عرب لا أنبس ما رتيا هذا لأن أقول عندنا وحجاسي كريماي هذا أنا وهو داي وجعل لي إيه الله
وزيرا معين إيغيال مد إيكالمية من أهلي أهل كيغة هارون هارون إيغيال أولاي أخي والالكي أدنا وحو عطسدي معين إن لو يالو واجعل لي إيال أيوله وزيرا وسير إيال وحاوية قفكو وحاوية وسكا سو مارتيا مدح ايهي او الهي وحسيه لابد وانو هلا مركاسي معين وانو هلا اصلا الهي رسول قد اي ايو حو اباه ده مركاسي انو معين او هلا هذا وزير كان من حالك سوقات من الوزر يالك سوقات او معناه سقال عليسك وعلاقوم عبالي بقرك وحيابه عليس كيسا اما رئيسك ايو كقاده هالي اموريس او كالمين ايا مركا وحيابه اصلا فولي لهاي ايو مركاسو كقاده مركاسو حوي سقال كاسو كقاده عليسك مركزو داي واجعل لي إيال وزيرا وسير إله معين مد إيغو كالمي هوشا إيال من أهلي أهل كيغ حقي سنة إيغيال هارون هارون إيال أو أي أخي والالكي هذا وحاو عصدا لي نبي الله موسى أهل كي سو عصدا لي أمر انت أسو أما من جهة الوحي بي هذا لي أسكاسو إلهي كعصدا أما سو حوي كالسوني ذا مركز ماشي أو كهلايو أي هالكاس هذا معايا لفير بنو إسرائيل كالانتودنا وحي إسكاها يندد لقميسو إسكا دقونا هاي أهايين هذا فرعون حقي سددك جيران داد أيها كسوهر جيدي أهايين وهو داي مركاسي أشتد به قوات كي أزري دبر كي قوات كي إلهي أشتد به قوات كي ولالكي هارون أزري دبر كي إله قوات كي وإله وحيو جيونا وأشرك إله إلى وذات جودة في أمر أمر كيغا أو رسالة أسغنا رسول خدغودا كي نسبحك إنا أن كنا زهنو دهي كثيرا وحبدا ونذكرك أن كحسنو كثيرا وحبدا معايلا إنك أدو كنت وحد هاتي بناء أنك بصيرا من نوع عالم أياد هاتي وأو دهي إله دبر كيغا كوات كي وأشرك في أمر إله أمر كيغا إلى وذات جودة رسالة وي هذا الله وضع فعل وحو كعبر مركزي إمارة صيغة الأمر مولارع او مركاسي مجزومكا ايا مركاسي جواب طلب اه واو دها مركاسي واشركوا الهو الى وداجي في امر امر كيغنا الى وداجي او رسالته اسغنا رسول كدغ نبي الله موسى اي نبي هارون لبا رسولاي ود اهايين كاينو سبحك انو كنا زهني كثيرا وحبدن ونذكرك انو كحسنه كثيرا ذكرا كثيرا ذكر فربدن او لبدينو مركا اسكاشنو الهي وانو كنا زهينا وحبذا أيانو كنا زينا عبادة لفتر كذا سكاشي إن لا سكاش هذا وي أباهنت ومركي وحوي لا سكاش هذا إلا وطول إلهي وتعاونوا على البر والتقوى وحوي بره جاية تقوى سوك على الميول إلهي شيء كسوى أباهني هاي تعاون وأباهني كي نسبحك أيون هاي أنو كنا زهنة كثيرا وحبذا ونذكرك أنو كحسنة كثيرا وحبذا معايا لإنك أذو الله كنت وهذا هاتي بناء أنك بصيرا من نوع عالم أياد هاتي برك هذا عالم نقول نغطي ووحا أن هيد أغاتي أياد وحوي نقول نعميس رسالة رسالة أياد مركا أساد نقول نعميس رسالة مركا هذا كي نسبح كذا وتعليدا والتعليل الليدي وإلو ووحي إلا أطاي أفعاشي هذا مركا يسد حدا هيدون سومريني هو هذا اجعل يا أشدد يا أشرك أي مركا سيع الله أطهي مركا هذا إلهي سبحانه وتعالى أرنتاس إنو كأقبالي أي أشيك دونا نبي الله موسى أصيى شيطان سبحانه كقادنين عشر كين الدنبو عشر كين إنت سوكو إقيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.